مساء الفل. العالم كله اتقلب من كام شهر لما زوجة عراقية رمت ولادها الاتنين في نهر دجلة، رمتهم عشان تنتقم من طلقها وتحصروا على أطفاله وكأنهم مش ولادها، اللي شالت كل واحد منهم في بطنها 9 شهور. ومن كام يوم قريت عن الزوجة اللي شربت أطفالها الثلاثة وأبوهم عصير مسموم في محافظة إنا عشان تتخلص منهم كلهم، وفعلا وقع ولادها الثلاثة قدام عينيها واحد ورا التاني، ماتوا فارقوا الحياة. ويشاء ربنا الحكم العدل إن الزوج ما يموتش ويدخل في غيبوبة يروح بسببها المستشفى، وتقدر الشرطة المصرية تعرف من خلال تحرياتها إن الأم هي اللي سممتهم. والنهاردة في قصة حقيقية معانا حكاية جديدة الجاني فيها هي الأم، وزي ما قال جوزها في رسالته اللي صورها لنا فيديو بيستغيث فيها وبيطالب الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ بناته من أمهم. الزوج بعت لنا فيديو لمراته وهي بتعذب بناته عشان تضايقه وتنتقم منه، تخيلوا، مع إنهم بناتها هي كمان. تعالوا نشوف حكاية الأم اللي عذبت بناتها وإزاي الموضوع بدأ من فيديو الأب بعته لنا بيحاول يستغيث مش عارف يعمل إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي هيثم طلعت البربري، مدير حسابات من مدينة طنطا. كان في خلافات زوجية بيني وبين زوجتي. بيني وبين زوجتي 4 بنات، الكبيرة 6 سنين والثلاثة التوأم 4 سنين ونص. فبيني وبينها خلافات زوجية زي ما حصل بيحصل في بيوت كتير وبيحصل في آلاف وملايين البيوت. وبناء عليه تركت مسكن الزوجية وجيت قعدت عشت مع أهلي. الكلام ده بقاله شهور. فوجئت إن الأم بعتالي فيديو معرية ومعذبة وضربة البنات ومورمة جسمهم، وبعتالي رسائل على الواتساب. الرسائل دي منها تهديد ومنها ابتزاز، لأنها عارفة معذب بناتي عندي أو غلاوة بناتي عندي. تقدمت بعد طبعا ما لجأت لأهلها إن أنا ألاقي حل، ما لقيتش استجابة. فتقدمت بمحضر في النيابة وشكوى للمحامي العام. لجأت لكل الناس وكل الأماكن عشان مأساة الـ4 بنات. أنا مش مهم خالص وأمهم مش مهمة خالص، المهم في الموضوع البنات، 4 بنات. وعشان كده أنا بعت لبرنامج قصة حقيقية الفيديو وبعت لهم القصة أو الوضع اللي حصل معايا ومع بناتي. زي ما حضراتكم شفتوا الأب بيكلمنا عن فيديو الأم بعتته له عشان تذله وتكسره وتوريه إن هي هتنتقم منه في الأطفال اللي ملهمش ذنب. معقول يكون الكلام ده حقيقي؟ طب بقول لكم إيه؟ معقول في أم تنتقم من جوزها في ضناها؟ طب هي عملت كده ليه؟ طب منين جابت الجرأة دي إن هي تصور فيديو زي ده وبصوتها؟ لا وتبعته لباباهم. طب هو عمل ايه لما شافه؟ قصة كبيرة ومرعبة. انا شفت الفيديو، شفته كذا مرة، وقبل ما ادخل اصور كنت بتفرج عليه تاني، اتوجعت. فيديو بشع وحش، مش مصدق ان في ناس عايشة كده وسطينا. ايه ده؟ وعشان كده رحنا للأب في طنطا وحاولنا نعرف تفاصيل الحكاية من اولها. تعالوا نشوف. انا اسمي هيثم طلعت كامل البربري، مدير حسابات، كنت مقيم في السعوديه. واتقابلت مع مامة بناتي، تقابلنا في 2014 عن طريق وسيطه هنا معرفه في طنطا. كانت هي في نازله اجازه وكنت انا نازل اجازه انا وهي. اتقابلنا عن طريق الوسيطه دي واتفقنا على الخطوبه. وبعد التعارف قرايه فاتحه وخطوبه، ولكن فوجئنا بعد قرايه الفاتحه والخطوبه مامتها اصرت على موضوع ان احنا نكتب كتاب ونتجوز رسمي عشان احنا هنرجع تاني السعوديه نبقى لوحدنا هناك. وحصل الجواز في وقت سريع، يعني تقريبا 5 ايام او اسبوع، لغايه لما حملت في اول سنه وجابت البنت الكبيره الين. بعد كده بدأت تيجي المشاكل بقى من خلال مكالمات تجيلها من مصر، من خلال كلام من مامتها، صاحبتها،
قريبتها إلى آخره. ده أدى لأن تضاعف المشاكل، وبرغم كده استمرت الحياة لغاية 2016 2017 لما ربنا رزقنا بالثلاث بنات التوأم، فاستغنوا عنها في الشغل وقعدت على كفالتي برغم تكلفة الكفالة العالية أو تكلفة إقامتها العالية عليا، ولكن هي أصرت إن يبقى لها إقامة في السعودية ما تنزلش نهائي، فنقلت كفالة عليا ونزلت أجازة ولدت، وكنت أنا موجود معاها هنا، ونزلت ولدت الثلاث بنات التوأم ومرينا معاهم بصعوبات وسبحان من نجاهم، لغاية لما جينا في 2018 هي الأم أصرت مامة البنات انزل عشان تربي معايا البنات، مسؤوليتهم كبيرة عليا مش قادر أتحمل مسؤوليتهم لوحدي. فأنا طبعا راجل مدير حسابات، شغلي كله ماسك مصنع أو ماسك شركة، مخازن وعهد وفلوس وصندوق، قعدت حوالي 6 شهور أو 8 شهور عشان أسلم الشغل بتاعي، لغاية لما نزلت في شهر 9 2019. ومن 9 2019 من خلال الأطراف، مش عايز أذكر اسمها، في عائلة الأم، الأطراف ديت هم سبب ما دمر فيا وفيها وفي البلد. من يوم نزول نهائي بناء على طلب مامة البنات بتاريخ 17/9/2019، أو بمعنى أصح أنا نزلت في 17/9/2019 لقيت في معمول لي حاجات تقارير طبية، مامة البنات بتشتغل في المجال الطبي، فلقيت في تقارير طبية معمولة لي وفي مشاكل معمولة لي متجهزة وحاجات زي كده، يعني كان في تخطيط مسبق لعمل المشاكل. قعدنا الفترة من 2/2020 ل 12/2020 حوالي 10 شهور، العشر شهور دول كنت انا بحاول اصلح الامور، بحاول اوقف البيت على رجله، بحاول ان انا استعيد مراتي وبناتي. للاسف الشديد يعني لدرجه ان هي كانت رافعه عليا قواضي في شهر 7، انا في شهر 9، وده كله معايا بالصور، يعني في شهر 9 خدتها هي والبنات ونزلنا اسكندريه نتفسح ويغيروا جو. في شهر 1/2021 خدت كل استولت على كل حاجه في الشقه عندي، خلتها على البلاط، الشقه اللي انا كنت مأجرها مسكن زوجيه، وراحت بقى مراتها الجديده قعدت هي والبنات. وكان الهدف الاساسي في الموضوع ان انا اتحرم من بناتي، لان هي عارفه ان انا ارتبطت ببناتي ارتباط غير طبيعي. وصلني الفيديو، طبعا كل الناس بتقول ربنا يصبرك انت ازاي استحملت الفيديو ده، يعني انا وصلني يوم ما وصلني الفيديو احساسي ما ينفعش يتوصف، مش عارف اوصفه لحضرتك. هو الفيديو كان مبعوث لي لهدف معين، كان مبعوث لي عشان انا اخد رياكشن معين، بناء على الرياكشن دوت يحصل مشكله كبيره ليه. ربنا سبحانه وتعالى الهمني ان انا اتكلم مع خالها وخالتها، ما لقيتش اي ريسبوندنج منهم او اي استجابه منهم، فبدأت أنا أخذ إجراءات القانونية. هو إحساس غضب شديد مع مش عارف أقول لحضرتك إزاي، إحساس غضب شديد مع إحساس إن أنا ممكن أعمل مشكلة كبيرة، يعني أعمل مشكلة كبيرة لأن هي عارفة ارتباطي ببناتي إزاي،
وده اكتر سلاح هي تمتلكه ناحيتي. هي لا تمتلك اي اسلحه تانية معايا غير بناتي والضغط ببناتي. تقدمنا بشكوى للمحامي العام وتقدمنا بشكوى لاسم تاني طنطا هنا. ولما تقدمنا بشكوى اتعمل لها ضبط واحضار. لما جت الام في النيابه اقرت ان الصوت اللي موجود في الفيديو ده صوتها. وبعد كده المحامي اللي كان حاضر معاها نبهها للجزئيه دي، فبدات بقيه التحقيق كله تقول مش فاكره، مش عارفه مين اللي صور مين اللي ما صورش. يعني انا عندي حكم الرؤيه من الساعه 2 للساعه 5 وثلاث ساعات في اسبوع، وهم ومعايا اربع بنات غير كافيين خالص ان انا اقعد معاهم ثلاث ساعات. لا اسالهم على صحتهم ولا مذاكرتهم ولا دروسهم ولا بيعرفوا يقروا ويكتبوا ولا بياكلوا ويشربوا كويس ولا اطمن عليهم خالص خلال الثلاث ساعات. طب هل الثلاث ساعات دول اتطبقوا من ناحيه الام؟ لا نهائيا. الام بتيجي من ساعه لساعه ونص، واي حد يقدر يعرف الكلام دوت او يتاكد من الكلام دوت من خلال دفتر الرؤيه اللي موجود في حديقه الطفل. انا عندي ملف كامل للمحاضر الكيدية، وناس كتير قالت لي اعمل لها اساءه استخدام حق التقاضي وارفع عليها قضايا تعويض، ولكن انا مش عايز ازم الامور اكتر ما هي متازمه او اشعلها اكتر ما هي مشتعله. بمعنى اصح ان انا كل اللي انا فيه دلوقتي حاليا ان انا عايز اطمن على بناتي. هدفي 99% على بناتي. كل اللي هي بتفتعله في محاميين بيتصدوا ليه في المحكمه. انا اسفه لبشاعه الفيديو والتعذيب اللي فيه. في امهات كده ماساه. يعني انا اسفه انكم شفتوا حاجه زي دي، بس كان لازم تعرفوا ان في ناس عايشه كده وسطينا. حتى غريزه الامومه بقت في خطر. ايه ده؟ الموضوع ما بقاش مجرد ان هو حاله فرديه بتحصل مره واحده وبس، لا بقى عادي. بقى عادي اننا بنشوف وبنسمع عن ام بتعذب اطفالها عشان تنتقم من جوزها او طليقها. طب ازاي؟ واكبر دليل على كده هي الحوادث اللي حصلت الفتره الاخيره، ومنهم القصه اللي انتوا لسه شايفينها. وبتاسف تاني، انا بعتذر تاني، بس كان لازم تشوفوها. وطبعا عملنا بحق الرد عشان ما يبقاش سمعنا الحكايه من طرف واحد بس. احنا جربنا بكل الطرق مع الست دي، كل الوسائل، ان احنا نتواصل مع الام دي، نكلمها في التليفون، نبعت لها رسائل على الواتساب اكتر من مره واكتر من يوم، وكلنا بنحاول، بس هي ما ردتش. بالعكس، عايز اقول لكم على حاجه، والفيديو كان بيتصور وهو بيشوف ولاده، كانت عايزه تجيب الشرطه. مش عارفين هي عايزه وجايبه القوه دي منين. انت ليه بتعملي كده؟ طب هتستفادي ايه؟ طب ذنب الاطفال دول ايه في اللي بيحصل؟ طب مين هيحميهم إذا كان فيديو التعذيب ده حقيقي؟ وهو حقيقي، بس أنا بفترض معاكم. طب ده هيعدي كده كأنه ما حصلش؟ ملهاش جزاء؟ ملهاش عقاب؟ ملهاش كبير؟ تبعت رسائل تهديد لجوزها أو لطليقها، وريني هتعمل إيه ووريني العالم كله. جبتي الجبروت ده منين؟ تقدري تربي ضناكي كده إزاي؟ نازلة معوية عشان ما بياكلوش؟ يا شيخة، أسئلة كتير قوي. أنا عايزة أسأل أسئلة كتير قوي.